بس هي انا ايه اللي انا بحبها يعني، عمرها ما هتشتغل اصلا مع الترانسبيرنس يعني، الديفيوزر مش هتشتغل غير لو في كلر، فانا مش هحط كلر، او ممكن لو حطيت كلر اخليه بلاك وديفيوجن برضه مش هتشتغل. فانا هروح هنا هسيب زي ما هو واخلي الترانسبيرنس زي ما هي والدنيا كده تمام، وهقوم عامل لاير تانية ودي هتبقى الدست تمام. فانا هعمل، انا ما بحبش البتاع ده، دي ظريفه، نعمل حاجه زي كده ودي تبقى الدست، حاجه دي ساتوريتد كده، ونشيل الريفلكتنس من عليها خالص. و هنيجي في الالفا وناخد حاجه زي ممكن دي، بس دي هتبقى حاده قوي يعني، انا عايز اخد حاجه برضو ابيض واسود، بس يكون الابيض والاسود فيها بينهم درجات جراي. دي ظريفه ودي كويسه، اقول لكم الاحسن من ده وده دي تمام. او قايل له اوبن اوبن، خلص فعلا خلص، انا قاعد عملت كده اهي، مفيش احسن من كده تمام. ممكن انفرت الالفا، هنقرها بقى، خليها كده، وناخد دي نحطها على الكلوك جلاس كيوبك، والله ممكن ما تكونش كيوبك، ممكن اخليها فلات ماشي، وامسك الاثنين دول وكده، واقوم واخد قلبها 90 درجه واسكيل تمام. افتكر ان هي كده اظرف كتير جدا من الاول. لو جينا نبص بقى على الريندر بتاعها هنشوف، ناخد البورشن ده كده ونشوف. هيطلع ظريف. ابن حلال. طيب كده دي كويس، بس انا عايز اخلي ده 3 تمام. ونيجي للماتيريال اللي بعدها. الماتيريال اللي بعدها اللي هي المينا اللي جوه المينا، انا كنت دورت في جوجل كتبت اولد كلوك، اولد كلوك تكتشر بس، وكنت نزلت واحده انا افتكر ان عندي على الديسكتوب يعني. دبل كليك، ودي هنسميها الفرونت، والله ما عارف البتاع اسمها ايه، مينا. يلا نشتغل انجليزي فلاحوكش، نشيل دي وناخد الكلر، هروح هنا على الديسكتوب اهي البتاع دي تمام، اللي هي ده اهي، واقوم واخدها اوبن. ودي بقى هتبقى على ال، راحت فين؟ كلوك، ادي كلوك، وهتبقى على فيس سنتر، لا مش فيس سنتر، هي اسمها ايه؟ كلوك جلاس بتاع دي، ايوه هي، واقوم واخد دي حاططها عليها كده، دي فلات، لا انا عايزها فلات تمام، ونقوم لفينها 90 سكيل. هات بقى دي ونخلي عشان تبقى 12 فوق، افتكر اهي هي تمام، بقت بالشكل ده تمام. الديفيوجن هنروح للال
assets ticket short to the assets ticket shorts masks ناخد دي مثلا كمان بحيث يبقى على زي ما قلنا يبقى على زي الديرت كده ريفليكشن افكت سبيكولر لا انا عايز افكت ريفليكشن عشان لو عملت ريفليكشن ايوه مش مستعليه ظريفه اصلا في الريفليكت نشيل دي حط جي اكس روح لفرنل يا ابني فرنل دايلكتريك سيبها زي ما هي كده روفنس هنعمل طبعا روفنس وفي الروفنس هناخد لها حاجة كويسة حاجة زي دي مثلا اي كليك كوبس ويندو ماشي خلي بالنا ان هي الى حد ما ريفليكتيف تمام خد دي كوبي روح للريفليكشن بس روح هنا اقول لك انا عامل حاجة تانية اخترع بس يعني انت تحط اسمه ايه ده كولرايزر لكن اللي انا عملته ده كده على السريع بامب مش لازم بامب مش لازم اي حاجه هي كده كويسه جدا تمام العقارب الكل البتاع اللي جوه ده البتوع اللي في النص البتاع اللي في النص دي هتبقى الكروم اللي هي في السنتر دي هتاخد الماتيريال نفس الماتيريال دي بالظبط تمام وهنخليها حتى كيوبيك تمام وهنسكيلها هو سبب ان انا عامل السكيل ده عشان البامب اهو شفتوا النقرتين اللي جم دول لان من غير السكيل ده ما كانتش الخامه هتبقى فيت بشكل كويس يعني العقارب دي هتبقى خامه بلاستيك بسيطه جدا دي هنسميها بلاستيك تمام وهتبقى لونها اسمر وريفلكتنس عادي خالص شيل حط جي جي اكس فرنل دايلكتريك هسيبها كده وادي بس شوية روفنس واي ماتيريال من الروفنس حاجة زي كده هي ريفلكتف في حتت ومش ريفلكتف في حتت لوحدها اهي مش محتاجة حاجة نضيف زياده بس وهنحطها للعقارب كنترول اس وهناخد نحطها هنا وهقول له دي كيوبيك تمام ونفس الموضوع هسلك ده وده وهسكلها لان هي فعلا الخامه دي صغيره وعلى مسطح صغير كمان ونفس الماتريالات دي على العقرب التاني لو احنا حتى فكرنا نعمل ريندر من قريب بالمناسبه خامه الكروم دي هدبلكتها تمام ودي هنسميها كروم بارتس سميتها بارتس لان الديفيوجن ده انا هخفه انا عايزها كلير وفي الريفلكتنس هنا هزود سنه الروفنس بتاعها تمام وهغير الماتريال دي لماتريالات تانية اخف واحدة زي دي لا في ماشي تمام دي كده هتبقى احسن كتير ماشي الماتريال دي هاخدها احطها على الليج كل دول كانوا هنا يبقى دي هتحط على الليج تمام وهتبقى كيوبيك حتى مش هشتغل سكيل انا هكررها وليكن كم مرة و هتبقى على البن على الكبسول تمام مش عارف السلندر ده افتكر يعني هتبقى القاعدة بتاعته ميتال وهيبقى السلندر نفسه بلاستيك يعني اجتهاد شخصي مش عارف انك صح ولا غلط
تمام، هنكررها برضو بتاع 5 مرات هنا، وعلى التيوب برضو هنسيبها زي ما هي. البتاع اللي في النص ده هيبقى بلاستيك هو كمان. اللي هو ده ماشي، وافتكر كده يبقى المنبه خلص. افتكر لو جينا نجرب طول اس نخرج الدوم ونعمل ريندر ظريف من هنا، وبفكر ان انا اعمله في البيكتر فيور عشان نشوف شكله وارجع لكم بعد الرندر. ادي النتيجة اللي وصلنا لها وكل حاجة تمام. لو عملنا كده هنلاقي نتيجة كويسة، بس طبعا مش هعتمد هنا على الكالر كوركشن بتاع السينما. في حاجة مهمة، ان انا عايز سند اضاءة تمام بس مش من الاضاءة. انا اضاءتي هنا تمام، كل الفكرة بقى ان انا عايز اشتغل من الاضاءة بتاعت الكاميرا نفسها. الفيزيكال كاميرا زي الكاميرا الحقيقيه بالظبط، بتعتمد على الاف ستوب وعلى الاكسبوجر وعلى الشطر. اف ستوب هنا انا بسمح بمقدار قد ايه ان الضوء يخش للفيلم او للكاميرا. الاكسبوجر ده حساسيه الفيلم نفسه للاضاءه دي. اما الشطر، تعرفين لما بتيجي تصور بالكاميرا كده بيبقى فيه صوت بيطلع، الصوت ده بيبقى عباره عن حاجه بنسميها الغالق، يعني بيبقى فيه شريحه كده ورا العدسه على طول بتقفل وتفتح بسرعه. المده اللي بتقفل وتفتح فيها هي دي اللي بتحدد مده الاضاءه او مده الضوء جوه الكاميرا او مده الضوء اللي ساقط على الفيلم. طبعا كل ما المده دي بتزيد كل ما الصوره بتفتح. بس خلي بالك ان في قاعده في التصوير مهمه قوي، ان الثلاث بارامترات دول لو واحد فيهم زاد لازم الاثنين التانيين يقلوا. مبدئيا الايزو ب 100 ب 200 عاليه في سينما 4 دي عاليه، فانت هنخليها 100 ساعات ممكن تنزل عن كده كمان. الاف ستوب ده ممكن اخليه مثلا وليكن بتاع 6، بس لو خليته 6 الشاتر سبيد ده لازم يقل، لان لو زاد الصوره هتفتح قوي. بس عموما انا هوريكم حته بسيطه وحتى من غير الجي ار تمام، عشان تبقوا بسرعه كده. زي ما انتم شايفين تمام. لو انا خليت ده بدل 1 على 30 خليته 1 على 15 وجيت اعمل ريندر تاني، شفتوا الفرق؟ يعني ممكن من الكاميرا لوحدها فعلا الدنيا تظبط، الاضاءه تظبط فعلا. بالجي اي وبالقيم دي افتكر هناخد نتيجة كويسة. لو عملنا الجلوبال الومينيشن وخدنا نفس البورشن ده، طيب انا شايف الرندر كده جميل جدا. بس عايز اقول لكم على حاجة بسيطة، عايزين نحمي نفسنا من اي حاجة فيها بلو اوت، يعني ان الخامة تتحول ابيض بالشكل ده. في حركة في السينما حلوة قوي، لو انا رحت وقفت الرندر ده ورحت الرندر سيتنج منها من افكتس، احط انا حاجه اسمها كلر ماب، احطها مش هعمل فيها اي حاجه تمام، واسيبها زي ما هي. ممكن اقول له افكت باك جراوند، بس انا مش عايز اخسر الهوت سبوتس دي. في الحاله دي لو جينا عملنا ريندر تاني انا هسيب دي زي ما هي كده عشان نشوف الفرق بين الحتت دي وبين اللي هتبان. افتكر من اول بلوكين ثلاثه الدنيا واضحه. عشان تبقوا عارفين بس كلر مابنج بتعمل ايه، الالوان في ال 32 بت من 0 ل 1، لكن لو اللون طلع فوق الواحد ده بنسميه بلون اوت، يعني اللون بايظ. الكلر مابنج بتعمل كلامب، بتنزل الالوان من فوق الواحد لواحد، يعني هي بالمنظر ده. بصوا الفرق بين الاثنين، شايفين فرق السماء والارض؟ طبعا المشكله دي عيب من جي اي، خلي بالنا بس يعني. لكن هي كده اظن شايفين، كان هنا الترابيزه ضايعه، هنا
هنا زي ما انت شايفين كان الالوان راحه ورا الشمس، اما هنا فالكالر مايلين اللي ظبط الدنيا. فكده اقدر اظبط اضاءتي براحتي من غير ما احمل هم ان يبقى فيه بلون اوت ارياس بالشكل ده، ولو ان دي محتاجه وانا مش بشغل، ولو ان دي محتاجه ان انا اظبطها شويه خلاص، لكن ككل الدنيا طلع عندي في فيها مشكله. نقفل ستوب وهشيل كادر ميرنج مؤقتا بس، و هروح للكاميرا واخلي الايزو اللي انا كنت عامله، انا ايه اللي خليني اعمل 120 ده؟ عشان كده كان مطلع الهوت سبوتس. تمام، نيجي للخامه بتاعت الحجاره، ما فيش فيها حاجه، دي كل الحكايه هاخدها احطها في. بس حاجه الاول ان اتاكد ان ما عنديش حاجه عليها، ماشي، دي هتبقى على دول، ودي انا مش هعمل فيها حاجه، دي كل الحكايه بس هحط لها ماتريال كده، ريفلكتنس مش عايز ريفلكتنس، ديفيوز طلعها اي حاجه، حاجه قريبه من بعضها ممكن، تمام مش قوي كده، مش للدرجه دي يعني، بالشكل كده شويه بومب، حاجه تكون قريبه من بعضها ممكن. لا المشكله لما بستخدم في البومب ايمج بيبقى صعب عليك انك انت تتحكم في التكرار بتاعها، مش عارف ايه الكلام ده كله. كان حاجة افتكر دي هتفي بالغرض، تمام، وان يكن هحتاج ريفليكشن. بصوا مش هتبقوا عارفين، مفيش حاجة في الدنيا مفيهاش ريفليكشن، بس يبقى متفاوت. هناخد لها حاجة زي دي، تمام، فل أوي في البامب. بس مفتكرش محتاجة بريفيو. نيجي بعد كده للكتاب، انا عايز اطلع بره الكاميرا لان الخانة بتاع الكتاب فيها شوية شغل ظروف، تمام، هاجي للكتاب ده اللي هو بوك 1، هشيل الماتريال دي، دي هنسميها روكس، دبل كليك، ودي هنسميها بوك كفر، دبل كليك على بوك كفر، والكلر انا جبت من جوجل، كتبت عشان تبقى برضه بحب اقول الكلمات اللي انا بحثت بيها، اولد ليذر بوك، دي الماتريال دي، اوكي، ودي هنحطها على البوك. بس بقى هنروح على ده كده على اكسترود، و هنروح للماتريال نفسها وهنخليها فلات، هنروتيتها تسعين، وانا ممكن اعمل رايت كليك واقوم قايل له فيت تو اوبجكت يس، هتبقى في المنظر ده.
بس الفكرة بقى في دي ان انا مش عايز اقول له طيب، لان انا عايز الماتيريال دي في حتة معينة بس. الحتة دي وعايز ان انا اما الاخت اللي تحت دي انا لو قلت له طيب ولا حاجه. اللي تحت دي بقى انا هرجع لها تاني دلوقتي، بس هاخد ماتيريال تاني، ودي هنسميها بوك باك دبل كليك كولر شيل ده ونروح هنا. وكنت جايب انا خامه اهي، دي خامه جلد تمام، وهاخد خامه الجلد دي فوق دي. او قبل ما اقول فوق دي انا هعمل دبل كيت لدي، واخد دي احطها فوقها كده، بقت دي فوقها. بس دي بقى انا هقوم رايح هنا ولففها 90، وهقول انها فعلا مش ستايلنج. وهاخدها لورا كده، بس انا عايز اقول له في واحدة من دول هتبقى، او الاتنين طب ما ماشي. هو انا لو رحت ليه شوية الفيسز دول، انا هشيل دي دلوقتي وهروح ل الكام فيس دول، واخد الكام فيس دول من هنا كده تمام شفت، وكفاءة لغاية هنا. لا اخد معاهم كده كده تاني هناخد التكتشر بتاعت الجلد دي، وهقوم حاططها هنا. هتروح للسلكشن ده بس ماشي. دي هنخليها كيوبك، وهنمسك التكتشر وصغرها جميل 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 ماشي. نيجي بعد كده على الأولانية دي، وهنروح للديفيوجن، وهنحط لها اسيتس تونت بيتشرز، وناخد حاجة زي مش عايزها يبقى عليها تلطيش يعني مثلا دي اهي كده مثلا، هسيبها زي ما هي افكت سبيكولار. لا لكن ده افكت ريفليكشن. الريفليكشن انا هشيل ده واحط الجي جي اكس، وكالعادة هقول له ده الكتريك. نفس الديفيوجن ماب، هروح لدي وازود الروفنس واحط دي بيست، وهخش جواها. مش شرط ان انا احط كالرايزر زي ما قلت لكم المره اللي فاتت،
العب بيها زي ما انت عايز. تمام، هرجع للفليب كده. ديفيوجن، تمام ماشي. افتكر الديفيوجن هنقللها شوية. تمام، وارجع للرفلكتنس دي واخدها لورا سنة بس. ريفليكشن سترينجز نفس دي، بس المرة دي انا هحتاج كالرايزر لان انا عاوز الوان مش هتبقى موجودة في الوايت بوينت و حاجة تبقى بالشكل ده. البامب هاخد نفس خامة الكلر، بس مش هوديها للبامب، هوديها للنورمال وهروح لإفكت وأقوم قايل له نورماليزر. جوه النورماليزر هنقوم رامين دي وهقول له صبي. أنا أنت عارفين حطيتها أنا ليه؟ عشان آخد نفس الحفر ده. تمام، فأنا هكبر. انا هصغر دي لكن هكبر الدلتا شوية. مظبوط كده، مظبوط. هي كان معمول لها انفرت يعني. بصوا كده، افتكر هي كده مظبوطة لو شلنا الانفرت. افتكر هي كده كده تمام. نجرب ونشوف. طيب انا وقفت الريندر وتعالوا نعمل التانية بالمرة عشان نبقى خلص. التانية مش محتاجة حاجة في الديفيوجن خالص، والريفليكتنس بس هشيل ده واحط الجي جي اكس واخد دي واقوم قايل له دايلكتريك. و مش طالبة بقى ان انا اعمل حاجة هنا، وفي مش هحط نورمال، هحط بامب عادي خالص واقوم قايل له نويز. النويز ده وليكن 30 وهسيبه على الديفولت بتاعه، وافتكر القيمة بتاعه مناسبة جدا. افتكر الخامة بتاعت الورق ما فيهاش حاجة، هتبقى لون عادي خالص وليكن ابيض سنة. وفي الديفيوجن هنحط له اي حاجة. تمام، ما افتكرش هيبقى فيه ريفليكشن خالص. في البوك هيتحط على الكلونر ككل من فوق كده، وهتبقى كيوبيك بالشكل ده. انا عملت بريفيو ريندر وافتكر الدنيا كده تمام جدا جدا جدا. هنقل نفس الخامة دي لبقية الكتب ونبقى كده خلصنا تقريبا التكتشرز في المحاضرة اللي